كيف تحمي نفسك وبناتك من الفتن المنتشرة؟ هل بمنعهم عن العالم الخارجي وحبسهم في قارورة؟ نعلم تماما أن ذلك أكبر تحدياتنا. الحل دائما في القرآن الكريم. دورة نور على نور لك ولابنتك ولكل فتاة وامرأة مسلمة تريد أن تعيش في نور في زمن كثر فيه الظلام. منهج عملي متكامل يعينك ويعين ابنتك عبر تدبر سورة النور وكذلك تفعيل اسم الله النور في حياتك. وليس ذلك فقط، فإن أثر هذه السورة سيظهر حتى على بشرتك، بل على مستوى بيتك كامل ونمط حياتك. نأخذ القواعد في سورة النور، نتعلمها، نطبقها، فنكون في حفظ بإذن الله من شر الفتن. نقدمها عن بعد ببرنامج زوم للفتيات من 14 سنة وما فوق، للأمهات وللنساء، وذلك يوم 15 فبراير 2023. احمي ابنتك ونفسك وبيتك واشترك الآن. تخيلي، فقط ب3 ريالات عمانية أو ما يعادلها 10 دولار. اشترك الآن وتواصلي على الأرقام المبينة أمامك واحجزي مكانك. أنا أمل الجامعية إن شاء الله ألقاكم في دورة نور على نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحي الباقي الذي أضاء نوره الآفاق ورزق المؤمنين حسن الأخلاق وتجلت رحمته بهم إذا بلغت أرواحهم التلاق. نحمده تبارك وتعالى ونستعينه على الصعاب والمشاق، ونعوذ بنور وجهه الكريم من ظلمات الشك والشرك والشقاق، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي أنزل القرآن ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل القرآن وجعله نورا وهداية وبصيرة لكل من يطلب البصيرة. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة البقرة بإذن الله تعالى اليوم أخواتي الغاليات سنتحدث عنها، وأريدكم يعني تركزوا معي في بعض نقاط جدا مهمة، لأنه إحنا هنربط الآيات بإذن الله تعالى بحياتنا، وياريت اللي يحضرا معنا بإذن الله تعالى سأل الله تعالى أن يبارك لهن هذا الحضور وأن يكتب الله لكم أجره بإذن الله تعالى، إنه يكون عندك ورقة وقلم لتسجيل كل ما قد تسمعيه. وبالإضافة سبحان الله، ترى أحيانا أخواتي الغاليات التسجيل يعمل على أنه العقل يطلع معلومات أكثر، يعني ممكن أنت أصلا الله سبحانه وتعالى يفتح لك بمعلومة أكثر مما تسمعي أثناء ما تكتبي بإذن الله. هذه السورة أيتها الغاليات سورة البقرة. من ضمن الأشياء سبحان الله أثناء تأملي لهذه السورة، وهذه السورة بالذات سورة البقرة، فتح الله علي واستطعت أنه أنا أطلع منها 56 قانون سلوكي ينظم حياة الإنسان. 56 قانون. وأنا سبق وقلت إن شاء الله بإذن الله تعالى لما هنزل، يعني لما أخلص هذه القوانين بإذن الله تعالى رح نرسل هذا الشرح والكتاب بإذن الله تعالى للجميع إن شاء الله. كيف ممكن سورة البقرة تحول حياتك إلى السعادة وإلى النعيم، وكيف أيضا تكون هذه السورة لبعض الناس شقاء وجحيم، لأن الله تعالى بعضهم يرفعهم بالقرآن والبعض للأسف ينزل بالقرآن، وإحنا نريد أن نكون من أولئك العباد الذين يرفعهم الله بالقرآن، نسأل الله تعالى ذلك. الآن أخواتي الغاليات سنجد أنه الله سبحانه وتعالى في هذه السورة وفي الآيات الأولى يتحدث عن المؤمنين.
عن المؤمنين لكن اللي بين قوسين اسمهم المتقين. خلي ياسر شيء ما تلبشه خلي. المؤمنين الذين سماهم الله المتقين. ما أي مؤمنين؟ المتقين، لأن البعض يقول أنا مؤمن بالله لكنه لا يتقي الله. الله سبحانه وتعالى هنا يشير إلى المتقين. وقبل ما نتكلم ما هي صفاتهم، بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بألف لام ميم، وألف لام ميم هي من الحروف المقطعة اللي الكثير من فسر هذه الحروف قال أنها حروف عظيمة قد يخفى معناها عن البعض وقد يسقط الله المعنى في بعض. وخلال قراءة 91 من التفاسير، من ضمن التفاسير كان لتفسير ابن عربي في القرآن الكريم، قال أن ألف دالة على الذات الإلهية، ولام دالة على جبريل عليه السلام، أما ميم فهي دالة على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فكأنما تسلسل لوجود الهداية، تسلسل لوجود الهداية. فالله سبحانه وتعالى هو الهادي، الله سبحانه وتعالى هو الهادي، وجبريل هو ناقل معلومات الهادي أو علم الهادي. ولذلك جبريل من أسمائه أيضا يقال العليم، لأنه ينقل العلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد عليه أفضل الصلاة والسلام هو هادي الأمة. لو تلاحظوا إيش اللي خلاني أقول الهادي وأتفق مع ابن عربي في تفسيره، لأن الله تعالى قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. إذن حتى القرآن الكريم هو هدى وهداية. الله سبحانه وتعالى هنا يخبرنا أنه ألف لام ميم وإن أخفي المعنى، يعني لو افترضنا أنه نحن لا نعرف المعنى، فاخفاء المعنى دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى، عظمة هذا الخالق، الخالق اللي يجب أن نقف وقفة في عبادته، يعني نقف وقفة بحيث أنه نراجع نفسنا، هل نحن بعظمة الله سبحانه وتعالى حتى نعصيه؟ هل فعلا نحن يعني عندنا القدرة إن نخالف الله سبحانه وتعالى؟ فإذا هي الفكرة أخواتي، إنه ألف لام ميم دلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، إذ أنه عجز أغلب الناس عن تفسير معانيها. وكل عظيم يدل على عظيم، فإذا كانت الآية عظيمة فهي دلالة على عظم الله، دلالة أو إشارة إلى عظم الله. وقيل أن ما يأتي بعد كل عظيم، المقدمة العظيمة، دليل على أن الشيء اللي هيجي بعدها أعظم وأعظم. يعني معناه أن لو تلاحظوا أغلب الحروف المقطعة بعدها يأتي ذكر القرآن الكريم، بعدها يأتي القرآن الكريم على طول، أغلب الحروف المقطعة ما عدا في موضعين أو موضع واحد لا يأتي فيه ذكر القرآن الكريم، لكنه 99% يأتي ذكر القرآن الكريم. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أنزل لنا كتاب، هذا الكتاب عظيم، لكن من يستشعر قيمته؟ ومن يستشعر فائدته؟ ومن يستفيد منه؟ المتقين. الله تعالى يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، لا شك، لا خطأ، لا اختلاف. ولذلك هناك ممكن يكون بعض
المستشرقين أو الملحدين يحاولون إيجاد أخطاء في القرآن الكريم، ولكن دائما تضعف حيلتهم، يحاولوا أنهم يوجدوا يعني أخطاء أو أشياء مخالفة أو أشياء فيها اختلاف، لكنهم لا يجدوا. هدى لمن؟ الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب هدى للمتقين، يعني ما راح يكون هذا الكتاب إلا هداية لفئة واحدة فقط، بمعنى الكافر لا يهتدى بالقرآن، المنافق لا يهتدى بالقرآن. من هو المتقي؟ لازم تتوفر عنده مجموعة من الصفات. ونشوف نفسنا، هل نحن يعني هل نحن فعلا من ضمن هؤلاء؟ وسبحان الله، المتقي هو الذي يعرف مما خلق، مما خلق. شوفوا، المتقي هو الذي يعرف مما خلق المتقي هو الذي يعرف مما خلق وكيف يستخدم الخصائص التي خلق عليها. المتقي يعرف إنه هو نفس، جسد، روح. المتقي يعرف إنه هو ثلاثة أشياء، ما ينفصل عن ثلاثة أشياء، نفس وجسد وروح. فالروح من أمر ربي غيب، ولذلك هو يؤمن بالغيب، ما يناقش فيه، يستسلم للغيب. من ضمن الأشياء اللي مخفية أقدارنا مربوطة بالغيب، فهم يؤمنون، الذين يؤمنون بالغيب. إذن فيما يتعلق بالروح، المؤمن يؤمن بالغيب. ولذلك إحنا أحيانا نخطئ، ترى على فكرة، أحيانا عندما ينتظر الإنسان ويعيش حالة انتظار، يعني مثلا يدعو الله تعالى بدعاء، يعني من ضمن الأخطاء اللي نقع فيها إنه الإنسان يدعو الله تعالى بدعاء ثم يبقى في حالة انتظار ويبقى في حالة قلق وفي حالة خوف، اعرف أن هذا الإنسان لا يؤمن بالغيب، انتفت منه هذه الصفة، وهو ليس من المتقين، لأن المتقي يؤمن بالغيب ويترك الأمر لرب الغيب، ما يناقش، يستسلم استسلام تام، لأنه يقول الذين يؤمنون بالغيب. الله تعالى يقول الذين يؤمنون بالغيب. فإذا شفت نفسك أنت تدعين دعاء ثم أنك تبقين تنتظري وتقولي الله تعالى ما أجاب لي دعائي، الله تعالى ما أعطاني سؤلي، الله تعالى ليش يعني ليش تأخر علي في الإجابة، اعرف أن هذه الصفة المتعلقة بجانب الغيب والمتعلقة بركن الروح أنت لا تؤمن بها. وهذه واجد خطيرة على فكرة، أحيانا إحنا ترى ما ننتبه لها، جدا خطيرة في حياتنا. ولذلك المؤمن عندما يدعو يسلم استسلام تام. ولو رجعنا إلى الأنبياء لوجدنا أن الأنبياء يدعون وهم في تمام اليقين، يعيشون تمام اليقين، بل إن دعاءهم لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة أن دعاءهم كانوا يعيدون ويزيدون، ما يعيدوا ويزيدوا الدعاء. إذا كان لهم طلب من عند الله سبحانه وتعالى يقولونه مرة واحدة وتأتيهم الإجابة سريعة، لأن الله تعالى قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه الآية إن شاء الله بنجي على تفسيرها بالتفصيل بإذن الله تعالى. لذلك المؤمن لا يشك ولا يخاف ولا يقلق، يؤمن بالغيب. كيف بعد لا يخاف ولا يقلق؟ كيف أيضا أعرف أني أنا ممن يؤمن بالغيب؟ إذا كنت ممن يؤمن بالغيب فلست ممن يتذمر أو يشتكي. المؤمن بالغيب يستسلم أيضا لقضاء الله وقدره، يعني إذا الله سبحانه وتعالى قدر عليه رزقه صبر، وإذا أعطاه فضلا شكر. البعض أيضا ينزل عليهم البلاء ثم ينفقعون،
يخافوا أو يقولوا ليش أنا بالذات يا رب، ليش أنا بالذات كذا حظي، هذا دليل على أنه عنده جزئية الإيمان بالغيب فيها خلل، فهو ليس من المتقين. ممكن يكون من الذين تقوا لكنه ليس من المتقين. على فكرة ترى المتقين أخوات الغاليات هي أعلى درجات الإيمان، المتقي هي أعلى درجات الإيمان، ثم يأتي بعدهم الذين اتقوا، أي الذين يحاولون أن يكون من أهل التقوى. المتقين اللي هم الله سبحانه وتعالى خلاص سماهم المتقين لأنه هذه صفاتهم الأولى، الذين يؤمنون بالغيب، ما يناقشوا، ما يفكروا أصلا، حتى ما يتعبوا نفسهم، يعرفوا أن أقدار الله نازلة، ويعرفوا أن في كل قدر ينزل بهم هو خير، ويعلموا أيضا أن هذا القدر فيه حكمة، وقد تظهر لهم هذه الحكمة، وقد يخفي الله تعالى هذه الحكمة، وقد نعقل هذه الحكمة وقد لا نعقلها. ومثال بسيط يقول لك مثل الطفل الصغير، الطفل الصغير اللي مثلا عنده مشكلة عنده مشكلة صحية، مثلا عنده السكري، وتجي انت تمنعي عنه الحلاوة، هو هذا الطفل يرى انك شخص شرير لانك تحرمينه من الحلاوة، هو ما مدرك. بكرة لما يكبر قد يدرك انه امي حرمتني من الحلاوة لانه كانت تضر بصحتي. ولذلك الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى يخفي. لماذا؟ لأنه يجب أن لا نتعامل، وهنا الله سبحانه وتعالى يخفي حكمته، ولا يجب أن نتعامل مع الله تعالى كما نتعامل مع بعضنا البعض. يعني ما نجي نتعامل إنه لازم الله تعالى يعاملني بنفس عقليتي، لا، الله أعلى وأعلم، فيخفي عنا ثم يظهر لنا الحكمة في وقت ما إذا شاء، وقد يخفيها إلى أن نموت فيظهرها لنا يوم الحساب. هنعرف بعدين لماذا ذي الأقدار تنزلت علينا، ليش الأمر الفلاني أنا فقدته، ليش الأمر الفلاني أنا حصلت عليه، ليش في موضوع معين كنت أسعى له ولم أوفق. كل هذه الأمور ستكشف حين تبلى السرائر، كل شيء سيكشف والحكمة ستكشف، وعندها يخجل الإنسان لأن الله تعالى يدبر الأمر أصلا، والمتقي يعلم أن الله تعالى يدبر في كل شيء يحدث لنا تدبيره سبحانه، وتدبير الله خير، حتى وإن كان ظاهر العين تراه شرا فهو خير، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب أيضا الله سبحانه وتعالى قلنا المؤمن أو المتقي دائما يعمل على ثلاث مستويات، الروح وأيضا النفس والجسد. أما عمل النفس فهو الصلاة، غذاء النفس الصلاة، يعني النفس ما تسكن وما تطمئن وما تستقر إلا إذا اتصلت بخالقها، فدائما نفوس المؤمنين في استقرار وسكن، نفوس المؤمنين في استقرار وسكن. ولذلك كلما صار في قلق عند المؤمن معناته صار في خلل في صلاته. دائما الصلاة، من يقيم الصلاة سنجد أن استقامت أول شيء مشاعره. على فكرة يعني اللي عنده مشكلة في مشاعره يراجع صلاته، وما شرط الصلاة، لأنه إحنا دائما نقول الصلاة يعني شكلين، دائما أذكر أن الصلاة شكلين أخواتي الغاليات، الصلاة شكلين، صلاة الاتصال الدعاء، والصلاة اللي هي صلاة الركوع والسجود. فممكن يكون الشخص على فكرة يصلي ركوع وسجود ومحافظ على صلوات الخمس، لكنه يصليها صلاة عادات، صلاة العادات، يعني يصليها لأنه من يوم صغير تعود يصليها، بس ما يستشعر الخشوع، ما يستشعر أنه هو يخاطب الله سبحانه وتعالى، ما يستشعر أنه ينطق بكلام الله سبحانه وتعالى، لا يستشعر بمعية الله سبحانه وتعالى، ففي خلل.
أما الذي يتصل، ها، لأن الله تعالى يقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وإقامة يعني كأني ساكن الصلاة، يعني الإقامة لما أقول فلان يقيم في 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 مكان الفلاني يعني ساكن في المكان الفلاني، وكأن الصلاة تسكنهم فسكنت أنفسهم. شوفوا كيف يقيم إقامة، يعني الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه أنت عشان تسكن نفسك اجعلك كن دائما الاتصال، كأنك مقيم عند الله سبحانه وتعالى، كأنك مقيم. لكن إحنا مالنا دائما في سفر، دائما في سفر، دائما مبتعدين، دائما مشغولين، ما عندنا هذه فكرة الإقامة. والإقامة قلنا إقامة الصلاة، إقامة صلاتنا اللي الله تعالى أمرنا بها اللي هي الفرائض اللي نقوم بها الخمس مرات يوميا، بالإضافة إلى أن يكون الله تعالى حاضرا في كل تفاصيل حياتنا، هذه إقامة الصلاة. وعشان كذا المؤمن إذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ليش؟ لأن الله تعالى حاضر في قلوبهم، هم مقيمي الصلاة، ولذلك الله تعالى حاضر، ما عندهم مشكلة. ولما يقالهم إن الناس قد جمعوا لكم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على طول على طول عندهم هذاك السكن وعندهم هذاك الشعور اللي يخليهم لا يخافون. ومن يخاف أي أن هناك خلل، وخلل في الأمان. وما الأمان إلا الله تعالى؟ وما الأمان؟ واحدة تقول لي طيب لا أنا أحب الله تعالى ولا أخاف إلا الله تعالى، ولكن عندي مشكلة نفسية. ما إحنا نوصل إلى مرحلة إنه يكون عندنا مشكلة نفسية لأن إيش؟ تركنا الاتصال بالله سبحانه وتعالى. وقد يكون أحيانا ما تركنا الاتصال، قد يكون أحيانا ما انتبهنا للأوامر اللي الله سبحانه وتعالى يأمرنا بها اللي هي خاصة فينا. ممكن أكون أنا ما عصيت الله سبحانه وتعالى لأنه ما إله علاقة بالمعصية، للعلم المشاكل النفسية ليس لها علاقة بالمعصية، وقد يكون لها علاقة بسلوكيات حياتي. لما الله تعالى مثلا يقول لي لا تهنوا ولا تحزنوا، وأجي أنا أحزن على مثلا زوج يعني خلينا نقول لا يصلي، والله تعالى يقول ليش لا تحزني وأنت حزينة على زوج لا يصلي، وكأنه هدايته بيدك. لا، هدايته ليست بيدك، فلماذا تحزنين؟ فإذا عشت حالة اكتئاب لأنك حزنت على شخص ما يفترض أنش تحزني عليه، وإن كنت تحبين له الخير بس ما الأصل أنش تحزني عليه. فأنت أثقلت نفسك بالحزن فأدى ذلك لأن أصابك. ولذلك أقول الاتصال دائما هو أن يكون الاتصال اتصال بمعنى تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وفيما يتعلق بك أنت كإنسانة، وفيما يتعلق بعلاقاتك، فيما يتعلق بسيرك في الكون. هذا هو الاتصال بالله تعالى، تنفيذ كل ما الله تعالى أراده لك في حياتك، سواء في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى أو علاقتنا مع أنفسنا أو علاقتنا مع الآخرين أو علاقتنا في الكون. الله تعالى أعطانا في الكون وقال لا تفسدوا في الأرض، هذه علاقتنا في الكون. وعلاقتنا مع الآخرين الله تعالى أيضا نظمها، وهذه هنجي عليها في إلها قوانين أيضا في هذه السورة نفسها. وأيضا من يحب أن يعرف أكثر عن فضل هذه السورة أخواتي الغاليات، رجعوا إلى جزء البث المباشر في اليوتيوب بإذن الله تعالى، في جزء اسمه قسم البث المباشر في اليوتيوب اللي هي قوانين الاستحقاق في سورة البقرة، يعني معطية فيها تفاصيل التفاصيل عن خصائص هذه السورة، خصائصها وفضلها وأثرها في حياتنا، ومن يحدث له الأثر، ومن سيجد الأثر في هذه السورة. لأنه كثير من الناس تقرأ سورة البقرة ولا تجد الأثر، والبعض قرأ سورة البقرة وفعلا الله سبحانه وتعالى بارك لهم في حياتهم، وأخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة ولا السحرة. طيب
الله سبحانه وتعالى قال أن المتقين جزء الروح قلنا الذين يؤمنون بالغيب، جزء النفس الذين يقيمون الصلاة فتسكن أنفسهم، أما جزء الجسد أيضا شغال عندهم وفق أوامر الله ومما رزقناهم ينفقون. وأنا أريد أسألك سؤال، أيتها المؤمنة التقية النقية الحبيبة الصفية، أسألك سؤال بالله عليك، ما أكثر النعم التي أنعم الله علينا بها؟ كم أنفقنا منها؟ واحدة تقول أنا دائما أخرج صدقات، أيوة أنت دائما تخرج صدقات، بس الله تعالى في المقابل ما عطنش أشياء ثانية، هل تنفقي منها؟ هتقول واحدة إيش ما عطني؟ ما عطنش وقت، ما عطنش علم، ما عطنش ذكاء، ما عطنش مثلا ابتسامة. هل تبتسمين عند استقبال ضيوفك فتنفقي في سبيل الله تعالى؟ هل تبتسمين في وجوه من تسلمين؟ طبعا ما تروح تبتسمي الحلوات، ما تروح أن تبتسم في الشارع ويقول الذي في قلبه مرض يحسب يقول يا الله بختي ضحكت لي، ما بهذه الطريقة. لا لا يقصد أنه تنفقي، لا تعرفي هين تنفقيها، ترى وجوه الإنفاق مختلفة، وجوه الإنفاق مختلفة. لما الله تعالى يقول ومما رزقناهم ينفقون أي ينفقونها في سبيله، ما ينفقونها في سبيل الشيطان. أتصير واحدة مقيولة وين أنا عندي ابتسامة حلوة أقوم أنفقها على السائر والجاي، بو يخطف يقول ما شاء الله عليها خاطفة وتضحك، حالات هذه تحبني فجأة، خاصة بعض الشباب إذا ضحكتي بالصدفة سبحان الله يعني كذاك قال بس هذه تحبني، وهذا هذا من التصرف الخاطئ. لا أعرف أين أضع ابتسامتي، أبتسم لأبنائي، لزوجي، لأهلي، لصاحباتي أو صويحباتي، هذه هنا الابتسامة أضعها، لأن الله تعالى أعطاك إياها. على فكرة في ناس ما شاء الله عليهم دائما ابتسامتهم حاضرة، لكنهم عند الجد جد ما يبتسموا، ما خفيفين، يعني لما يكون الموضوع في جد ويكون إنه في رجل أمامها ورجل أجنبي ما تبتسم، بالرغم إنه هي بين أهلها من الناس البشوشة الضحوكة، فهي تعرف كيف تنفق ما أعطاها الله تعالى. واحدة ثانية ممكن يكون أيضا الله سبحانه وتعالى أعطاها حنكة وذكاء في إدارة العلاقات، فتستخدم هذا الشيء في إصلاح العلاقات، فتسير بين الناس إصلاحا، فهذا هو الإنفاق. واحدة أيضا الله سبحانه وتعالى أعطاها المال فتنفق من المال، واحدة ثانية الله تعالى أعطاها الرحمة واللطف فتنفق لطفا لمن يستحقه طبعا، ما تخطف تحضن القريب والغريب، لا اللطف تعرف أين تضع لطفها، تضعه على أبنائها، على أهلها، على يعني كل، سبحان الله، الله تعالى قال ومما رزقناهم، يعني كل إنسان لديه رزق، ما حد ما عنده رزق. هتقولي لي أنا ما عندي فلوس، عندك شيء آخر، عندك صحة، فكيف أنفقت الصحة؟ ما عندش صحة، عندش عقل، كيف أنفقت العقل؟ فما في حد ما مرزوق، كل العباد الله الله سبحانه وتعالى رزقهم، ما حد متروك بدون رزق. ولذلك المؤمنين المتقين سيستفيدوا من القرآن، لأنهم يعملون على ثلاث مستويات: مستوى الروح يؤمنون بالغيب، مستوى النفس يقيمون الصلاة، ومستوى الجسد فإنهم مما رزقوا ينفقون ومما رزقناهم ينفقون. ما الصفة الأخرى التي يتصف بها المتقي؟ شوف الله تعالى ماذا يقول، هاي الثلاث مستويات أضف عليها أمر جدا مهم وأساسي، إيش هو؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ماذا على رأسهم؟ يعني هم
يشغلوا ثلاث مستويات، لكن في عندهم كذا قاعدة أساسية يعيشوا فيها، أي أن الله تعالى كل ما ينزله عليهم من أمر، وسبق أن نزلت هذه الأوامر على غيرهم من الأقوام السابقة، هم يؤمنون بها ولا يناقشون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة، ما يناقشوا. الله تعالى قال للمرأة تحجبي، تحجبت، ما تناقش. وإن سألت فهي تسأل في الغاية وفي الحكمة، لا تسأل من أجل الرفض. يعني في الله تعالى يطلب منا إنه إحنا نسأل في الحكمة، لماذا أتحجب؟ ما نقول ليش إحنا بالذات لازم نتحجب، حمو إحنا الحريم نتحجب والرجال ما يتحجبوا. لا، تسأل سؤال حكمة فتقول لماذا أتحجب؟ ما الغاية من الحجاب أصلا؟ ما الغاية من الحجاب؟ لماذا يا رب تريدني أن أتحجب؟ ما سؤال اللي هو فيه اعتراض، لا، سؤال بيان الحكمة من حقك. الله تعالى بل يأمرك الله تعالى أن تفعلي عقلك وتتساءلين مثل هذه الأسئلة. الله تعالى يريدش أن تسألي في البيان وفي الحكمة. وما القرآن إلا بيان ليبين لك حكمة الله تعالى. يؤمنون بما أنزل إلى النبي وما أنزل من قبل النبي، من قبل النبي اللي هو الأنبياء السابقين، وبالآخرة هم يوقنون. شوفوا المؤمن، المؤمن المتقي عنده ذكاء رهيب. وأنا بسألك سؤال في صفة المؤمن المتقي، لاحظوا المؤمنين دائما وش يقولوا؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذا أنت آمنت بما أنزل الله في الدنيا فزت بالآخرة، والآخرة أيضا رمزية دلالة على النهايات، يعني يؤمن بالنهايات، أن لكل شيء نهاية، وما كان له نهاية فله بداية. ولذلك شوفوا المؤمن، المؤمن المتقي يؤمن أنه أنا لازم أفوز في الدنيا وفي الآخرة. ذكي، المؤمن ذكي، لا يخسر لا دنياه ولا آخرته. ونحن للأسف إما أننا سعينا فقط للآخرة ونسينا حظنا من الدنيا، أو عشنا للدنيا ونسينا حظنا من الآخرة. أعطيكم مثال بسيط، الناس اللي إما تكون زاهدة، في ناس تزهد 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 في الحياة الدنيا ودائما تضحك على نفسها وتقول الآخرة الآخرة الآخرة، لكن المؤمن يعرف أن له حظين، ويعرف أنه لازم أكون ذكي وأفوز في الاثنين، لأن الله تعالى شرع له الفوز في الدنيا وفي الآخرة. فوز في الدنيا وفي الآخرة، اجعل حياتك الدنيا أجمل ما تكون. واحدة عايشة حياتها شقف شقف في الدنيا وحارمة نفسها السعادة، لما تسأليها ليش تقول ليش عندي هموم، إيش همومش؟ إيش أقصى همومها؟ ما عندي لقمة، قدر علي الرزق. المؤمن اللي يعرف الله تعالى ويعرف ما يعرف الله تعالى، ويعرف كيف يبسط الرزق، ويعرف كيف أنا أجيب كيف أستمطر الأرزاق من الله تعالى، ما يجلس أصلا يعيش هم. من يعرف الله يعرف الرزاق، فما يجلس يفكر يقول من هنا أجيب لقمة. فشوفوا هذا كيف حرموا نفسهم في الدنيا. واحدة تقول لي كيف يعني حرمان؟ حرمان أي حرمان الراحة، الحرمان الحقيقي ترى حرمان الراحة النفسية. على فكرة المؤمن دائما يقول لش عندهم كنز ما موجود عند أي حد. إيش هو هذا الكنز؟ الرضا، يعيشون بالرضا، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فما يضيعوا دنياهم في الهم، ما مشغولين مهمومين. واحدة تقول لي طيب إحنا بشر نتأثر، نعم يحزنون، نعم يتأثرون، لكن ما يكون هو ذا يعني حياتهم.
يعني واحدة تلاقيها شال هم، سبحان الله، شال هم يعني تكون واحدة شال هم طول حياتها وبس عايشة هذاك الهم، وتقول ليش من يوم ما تزوجت وأنا مهمومة 20 سنة 25 سنة، أين حظك من الدنيا حبيبتي؟ أين حظك من الدنيا؟ والله تعالى يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، عشان تعرفوا أنه أصلا القرآن ما عشان تشقى أنت، فأنت تقرأين القرآن إذن ليش أنت تعيسة؟ معناه عندش مشكلة في التقوى، لأن المؤمن المتقي عنده قاعدة أنه يفوز بالدنيا وفي الآخرة، ما بس الآخرة. ذكي، فلا تكونين أنت أقل من ذلك، كوني أنت من الناس اللي تفوز في الدنيا وفي الآخرة. أعيش حياتي، طبعا تعيشينها وفق ماذا؟ بما أنزل الله، ما أنزل إلى النبي وما أنزل من قبله. ما واحدة تقول لي قالوا لنا اليوم في المحاضرة أنه نعيش دنيانا، تروح يعني ما مقصرة في عمرها، قل سأعيش حظي من الدنيا. لا، الله تعالى عرف لنا ما هو حظنا من الدنيا، قال الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي أوامر الله تعالى، عيشي حظك من الدنيا. طيب كيف أعيش حظي من الدنيا؟ أعطيكم مثال بسيط، أنه إذا أصابتني مصيبة بشر الصابرين، أصبر، فإذا صبرت لي الأجر ولي التعويض في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله تعالى يوفي الصابرين، عارفين. والله تعالى قال وبشر الصابرين، يعني إلهم البشرى في الدنيا وفي الآخرة. الله تعالى لا تحسبوا إن الصابر لا يبشر في الدنيا، إلا يبشر في الدنيا ويأخذ أجره في الدنيا ويزاد ويضاعف له الأجر في الآخرة، ففائز. عشان كده أقول لكم المؤمن هو الفائز، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. بالله عليكم، ماذا يقول الله تعالى في نهاية صفات المتقين؟ المؤمن التقي أو المتقي يقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا اللي بيفلحوا، هذا اللي بيكونوا ماشيين على الصراط المستقيم، هو هذا الصراط المستقيم، هذيل هم اللي بيحصلوا النتائج، هذيل هم اللي حياتهم عبارة عن إنجازات واستثمارات، وعبارة عن إيش؟ وعبارة عن نجاحات. ولا تقيسوا النجاحات بقياس الأموال ولا قياس الإنجازات، لا، ما هي هذه الإنجازات، وإنما على صعيد أنفسهم، نفوسهم مطمئنة، أرواحهم مطمئنة، يفهمون ويعرفون ومتصلين بالله سبحانه وتعالى، يعرفون خالقهم حق المعرفة من خلال أسمائه وصفاته، ولذلك هم على هدى، أي على هداية الله، أي على طريق الله اللي الله سبحانه وتعالى عرفنا به في سورة الفاتحة. في كل أمورهم، في كل أمورهم وشؤون حياتهم هم على هدى، أي على طريق الله، ولذلك هم المفلحون. وقيل المفلحون الفلاح غير النجاح، الفلاح يحدث في الدنيا والآخرة، يعني اللي ينجح في الدنيا وفي الآخرة هو الفالح. أما اللي ينجح في الدنيا بس نسميه ناجح، هذا فرق بين الفلاح والنجاح. الفلاح دائم، أما النجاح زائل، يعني ممكن أنا اليوم أنجح في شيء بس في شيء ثاني ما أنجح فيه، أو أنجح في الدنيا ولا أنجح في الآخرة، لكن المؤمن فالح، والفلاح أي نجاح على مستوى الدنيا والمستوى الآخرة، ولذلك هو الفالح، فلحا ففاز. وفوز الفالح غير فوز الناجح، لأنه ممكن على فكرة مثال بسيط، واحد يسعى لهدف معين، يسعى لهدف معين وبعدين يكتشف ويتعب ويهلك نفسه، يعني مثل خلينا نقول رجل يريد أن يتزوج امرأة وأهلها رافضين، ويحاول 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 ويتعب ويتقدم مرة ومرتين وثلاث، في النهاية ينجح ويتزوجها، بعدين يكتشف بعد فترة يقول لي هي ذي كنت قاتل عشان أتزوجها، يعيش في نكد وتعاسة معها، ما تصير؟
ما تصير مثل هذا الكلام؟ ما يحدث إنه إنسان يسعى لشيء معين وبعدين يقول هو هذا بو كنت أنا أسعى وقاتل عشانه؟ فإذا المؤمن فالح يفلح، بمعنى أنه يعرف أنه أصلا هو راضي في الدنيا سيرضى في الآخرة، فائز في الدنيا ويفوز في الآخرة. هذه هي صفات المتقين. الآن أختي الحبيبة راجعي الصفات هذه الخمسة اللي هي صفات أنه أنا أول شيء أؤمن بالغيب، يؤمنون بالغيب، كل ما هو في الغيب تسلمين له تسليما. هل أنت ممن يسلم؟ رقم اثنين، هل نحن ممن يقيم الصلاة؟ وقلنا إقامة الصلاة وفسرتها تفسير أو أولناها وتدبرناها تدبير واسع. الأمر الآخر، هل نحن ممن إذا رزق شيء أو مرزوق بشيء وننفق منه؟ قد يكون الإنسان عنده طعام يومه جاره ما عنده. الآن نحن نعرف أحداث التي تحدث، الزلزال في تركيا وفي سوريا، كيف أنفقت أنت مما تملكين لهؤلاء لوجه الله تعالى؟ هل دعوت لهم؟ أبسط وأضعف الإيمان، مع أن الدعاء ليس بضعيف، الدعاء ليس بضعيف، لكن أقل شيء ممكن تسويه هو أن تدعين لهم. إنفاق، أن ننفق بالدعاء. إن كنت لا أملك مالا أتبرع به، دعاء. البعض حتى الدعاء، البعض قلوبهم غليظة، إيش يقول لك؟ دواهم يستاهلوا من الذنوب. يعني في ناس تتداول مقاطع إنه هذيل لأنهم مذنبين، إنه لماذا نصبنا أنفسنا حكام على الناس؟ ما من حقنا، هذا من الخطأ. وللأسف وناس في ظاهرهم الصلاح ومع ذلك يتداولون مثل هذه الأمور، ويقول لك هذا عقاب وهذا عقاب. ولو افترضنا أنه عقاب، لماذا نقول أنهم السبب؟ يعني سبحان الله، ما حد يذنب إلا أبو ساكنين في تركيا وساكنين في سوريا. أي منطق وأي عقل على أساس أنه الثانيين محشومين؟ ما شاء الله، صليت عن النبي عفوا، ما شاء الله عليهم، ما يقترفوا أي منكر. فمن العيب أنه إحنا نحكم على الناس ولا ننفق لهم بالدعاء. هذا رقم ثلاثة. رقم أربعة، يؤمنون بما أنزل، أي يتبعون أوامر الله سبحانه وتعالى، يتبعونها كلها على اختلافها منذ بداية نزولها على الأنبياء. رقم خمسة اللي هو إيمانهم بالآخرة، أي بالنهايات، ولأنهم يؤمنون بالنهايات فهم لا يخسرون البدايات، ينجحون في البدايات وفي النهايات فهم مفلحون. وكلمة النهايات اللي هي الآخرة أيضا إشارة إلى في سورة الضحى، وللآخرة خير لك من الأولى. يعني دائما الآخرة فيها الأشياء مضاعفة، وفيها الأشياء أكثر، وفيها الأشياء أعظم وأجل. لكن ما معناته أنه تنسى الأولى؟ لا، الآخرة خير من الأولى، نعم، لكن هذا لا يعني أن الأولى نزهد فيها. يؤمنون بالنهايات فيفلحون في الأولى، وبالآخرة هم يوقنون، أي يسلمون، ولأنهم يسلمون فهم بذلك يعني يستسلمون لله تعالى وينفذون ما أمر الله تعالى. هؤلاء هم المتقين. وفقط في ختام هذه الجلسة أريد أن أقول، من هو المتقي؟ هو الذي يجعل بينه وبين غضب الله وحساب الله حاجز فلا يغضب الله تعالى، يجعل بينه وبين غضب الله أو معصية الله حاجز. نقول اتقى، وقاية من الوقاية، جعل بينه وبين غضب الله ومعصية الله ستر. فاسألي نفسك في كل فعل تفعلينه، هل أنت ممن
يسأل نفسه هذا السؤال، هل هذا الأمر يرضي الله تعالى ولا يغضبه؟ في كل فعل تفعلينه وفي كل صغيرة وكبيرة. الأنبياء على فكرة يحاسبون أنفسهم في الصغيرة والكبيرة. فهل نحن منهم، ممن يتقي أي ممن يحاسب نفسه إنه هل هذا الموضوع يرضي الله تعالى؟ أسأل نفسي هل هذا الموضوع يرضي الله تعالى؟ لا ما يرضي. إذن أنت ممن يتقيه، لأنه أول شيء تفكر في أوامره، وينطبق عليك الاتصال، وينطبق عليك إيمانك بالغيب، وينطبق عليك إنفاقك، وينطبق عليك أنك تؤمنين بما أنزل الله. عندما تسألين نفسك هذا السؤال، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا وتركيا، اللهم ارحمهم وارحم ضعفهم، اللهم ارحمهم وارحم ضعفهم، اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم، اللهم واكشف كربهم، اللهم واغفر لموتاهم، اللهم واغفر لموتاهم، اللهم اغفر لموتاهم، اللهم وابدلهم واخلفهم خيرا، اللهم آجرهم في مصيبتهم، اللهم آجرهم في مصيبتهم، اللهم آجرهم في مصيبتهم واخلف لهم خيرا، اللهم واخلف لهم خيرا وأجرا وفضلا. اللهم وارحمنا، اللهم وارحمنا وعافنا واعف عنا. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، استودعكم الله، تركتكم في ودائعه وهو خير حافظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأسعدكم ورضى عنكم وأرضاكم.